السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت أقوم نوير، فقلت ليش ما أعطيكم قصة. قصة ظنها بالله سهر، قصة فيها إجرام، فيها رعب، فيها أكشن، فيها دراما. طبعا القصة هذه مأخوذة من كتاب حالات نادرة الجزء الرابع. احتمال كبير هاي قصة يبه ودي يمكن لامبوبو، قصة يبه يمكن جزئين أبو، فما أدري. لامبوبو ترى ريالوتي خير قو ما سودولي ها ما سودولي قون زقوي فاضي يزدولي مستجو واني قري خد لك كوب قهوة أو كوب شاي أو سماوة هنديري مستجو واني قري فل. اتفقنا؟ أنا مروان، عمري 21 سنة، كويت التكي، من عائلة محافظة. أنا ترى رينك الله ودي ترك السفايدة فابا دين فونيري ما تستفيدون ولا شيء، لكن ترى أنا زنن خطاها والله سار. أنا خوفري ترى بالششنو قريبا دي الترينجو رازر فاقا طور شي سينو جيو قدي ما فرق ترى بالشذبة ولا نزبة، لكن أين ترى خدة عقب فضفضة قريتي قصة حياتي بدأت بداية جدا تافهة، علاقة عابرة، معاكسة شاردة. أقوم من شذر فتكل نقاب في نتم ما تكل باف تكل بشادر قريتو باين تكل وانا نتكي الفون جزر فنتكي الجامعة الزتام جامعة توتام إنسانة حيوية قدر شندرنا تكي لم، لكن الحمد لله أرزين دقيقة ومقول شندر تكي. في يوم من الأيام فون جزر فندر فاتي هدو تجامعة تون ليري كفي كان ما زتام نشرب القهوة وسواليف هدو قوم فون جزر فند مغازلة قريتو شباب فندر ليري ما أنا قريتهم عربي قوم فون جزر فن يعني زكتو زيان قوم لقيان قرير، لكن شهادة لله أنا مغازل أنا قريتهم حالي حال نفسي. أعرف جزر فن دي تلوه طه وتلوه مشكلة قرير وتري رسالة ده اللي لتحمو مزان دي كده خود دينو هدي دي كده فوق دورتون عارك ساعتك كسونو هوي دي عارك مجرد ساعتك الله يتلوه رسوكلو سوكلو باري هاي دولي تيكي قرياشي إذا ما أعطي وجهها مكفرة فلا يدولي تفرش أن يجاقوي السيقري يرزاقوي الدين دو دين تين دين يا ناس إنسان قرر الدين دو دين تين دين دكو دولي أكيد ترتو دي لما زابو يتكي تودي إنسان جدا بسيط، إنسان واضح من شكله، إنسان محترم إذا زندي قتير عارك السنوه عارقنا مقى عارسنا بنا مقى عارك السنوه بس عارك كينجور سيرزا تقوي. في يوم من الأيام آه جامعتن اللي قمنا لقي رودة ده نفس الكافي مزاشي سادة دورو تويتر ديكير، لكن الجيدة ركة سادة نظراته كانت فيها حزن فرشاني قريرة ساري تاركة آزة تويتر سي أشوف نظراته حزن إتاسي قريرو ليه يوي. أنا في هذا اليوم قررت أروح ألحق ويتتو كيدي ساي لأنه دائما يتر دي كده يضحك وينبسط، لكن أجيدة فرشاني مزيد ستتني كتر في سيفي سي ولير زيي كيف حالك يا فلان فيك شيء ترفو تدين كوش الدكية جا ترى فرشان الدهزر فيك شيء أخيرا انت حسيتي فيا أخيرا أنا أبغاك على سنة الله ورسوله تراي أول يوم لو تدك كده صحيح أتر مكنو دكية جا توكتو هون للهان دان الظرف هذا خوينو فري، لكن ترى زي دي لو تدك كده دي لو تدك تراد لقيه أنا أبغاك على سنة الله ورسوله. أنا كنت منتظر هذه اللحظة تويرا عرف وصلوا بي أو إنك تفاتحين الموضوع، لأنه أنا أعترف لك إني أنا إنسان ماني جريء فعلا روانه الدين، وهذا الإنسان خجول واضح من شكله يتعال الله تهد ضد حفر. طيب يا فلان أنت إيش تبغى ترقر هوري تربى فكي هم قري تربى فرارة ده هدا وعطيني رقمه أنا أبغى أكلمه أبغى أتزوجك. روان مصدومة كيف كذا
على طول كده فجأة كده انه بيرهط اهو ده. اعترف لكم بحاجة، انا ارتحت للرجال فوا شيدة في كفوا اتدينا يعرفوا جزر من درفات الشديد ترى خونو الدين دك كده ظرفه بالله مش كده جوت الله هشدين دي لناي على طول عارك ساعتك جبتو ايتا ساعتي ساعتي ميرا دل مي كش كش هو گيا فعلا ايتر اربا فلو بردي ارغور ده دي سبحان الله ترى بداية تلوتي هيدي احنا عايزة محافظة تعرف غرطة الشيء أربع فلو دولوية أنا أبغى أتزوج بنتك أربع فلو سلور ترى عائلة هوري تم ما هوري تربا فوري تهدى تهون الزنة طيب توي أرزر فرخون تسنوس والله يا عمي بل نديوم أتو الزفارة كافي ما دكي وزي كذا أها طيب خلاص إن شاء الله يصير خير دورة دي بافو الدروة أنا رمي لأيانو نفاري ببيا يانو نفاري إنت ما تستحيل ترى عرف أن الديدة ترى رثيقة قول يرزي كزوري كفصان لدي يعني الله بوليني كي تجيبين رجال من الشارع بغي يتزوجكم من هالكلام إيش هالجراءة وكذا بابو تقال تلفوني قول ما بقى رجي فرنا ما زعتنو دي الدين دو ديني بطو بيها رمو جيغو ومن هالكلام قاعدة تحارب الأهل باي الله الجدير ما الله الجدير باف الله الجدير آخر شيء عائلة بسيطة زور فرقوش الهاك رضا دي خد خلاص طيب زدتني قلت بيشي جيها قرار يطلع موري زورغو يلا اتزوجي الله يوفقك روانا غدار ملا اندي اللي ترى تريوجي وقدي والله انا ما توقعت صحيح اتو دقون تضحيات دي افجي دور قولي مهلا زرفا بدون تطمنا لكن قولينا فري لانه زواج عن حب عائلة رازي نتكل الانسان لسه بداية جو بداية حياة ضحيت اشياء كثيرة اما رازي نتأكل اربا برازي نتأكل اربا ترى رازي نتأكل ترى تريجي جو شهر العسل انه اثاث ذني لا قرقر ما زين انه اشياء بسيطة اربوت رود ده بيجو جي شقة جدا بسيطة ضيقة اللي تلا تاكي بارد يعني لما زي اجي يقول اهم شيء اننا مبسوطين هو يحبني انا احبه والحمد لله. طبعا نسيت اقول لكم ارزمت الظروف جدا صعبة تأكل كان انسان بسيط حارس أمن راتبه جدا بسيط قرر بازا تزار إيجار البيت يديري تراتب فرزا قوي يعني هاتو كده كسو كنتو من هور دولي كسو فوج جزر من درفاتي زيري فستان كنتو من هور هونو مكة مناسبات الزيت من هور آي تاري بيها قد جلوتين بيقونا حرام قري في لي ليش؟ عشان هونو مكة زنا عارة تشماري قم لقني آدر قري بيها قد جدو طلق شفتي كيف؟ إين الله بلي آيار زمر الزود قال لك والله بلي تركو دور الله بلي صرت ما اروح الجامعات صرت ما اقابل صحباتي حتى جامعه ما زد عن نظر خلاص لكن الحمد لله عزم يا رادر غوري ارى زندي شن دور غوري سولير لكن تي اودين الله رطوابو في يوم من الايام ودا دان واسود جين واسفر يروتي الله تدو ما غير عزم شكوشي غوري را رهور يا روان يا روان بشرك الحمد لله كده في بإذن الله رزق دي قبض اللي زابوي ها بشر بشر يا حبيبي بشر يا قلبي إيش اللي لقيته من هالكلام خده أعرفه جا فوقها سيارات أم زهم قريه سيارات مستخدمة مستعملة إن يمكن يريتها زي ربي سوقوي يستفيد فلوس يكسب أبغى أشتغل معه الله يوفقك يا زوجي الله يوفقك إن شاء الله بداية موفقة ومن هالكلام الكثير راح اشتغل أسبوع أسبوعين شهر ما شاء الله تبارك الله أول أسبوع ماذا 2000 ثاني أسبوع ماذا 2000 دينار يعني أرز الدقي حرفيا بدل زرقوي ما شاء الله تبارك الله قام يدلعني عايز تقول شي سلو نفري زي تقول شي سكيني نفري حنفري والله صار ما يقصر معايا يا حبيب قلبي يا زوجي دلع آخر دلع رواتب ومدرمين ومن هالكلام دلعني آخر دلع لكن أزا ما يرى التوليزة تقول هرزر يا فلان والله رايح الشغل لكن أزا ما حمدتو تيانر فرحانة ومبسوطة والحمد لله أما رقر الزر قم قم خور في نيرا أما ترى الله هدايا لو جارو من هالكلام أما ترى راد رقر الشردية إي والله العظيم لكن إلى الآن أعزم يا روح يديكي إنه قارير هم قرير أعزم أرقارين هم الزر أنتو تيانير يا رب لك الحمد وأنا مبسوط حمدتو أيه أراد رقره وإحنا عايشين حياة أفضل حياة في الحياة أفضل حياة في الحياة
ما أدري تجي ولا لا، مشوها. كلنا ندري إنه دوام الحال من المحال، لكن دينا ما زال زمها متوشة وقاعدة دويش ودرقوني حنتنا هيا الله هداياني جوالات وشنط أشياء أنا كنت أتمناها عندي كيور من جد كوش لقى حنتنا هيري فيلم سايرو زي كده عرب قرينا رقون زر. في أمان الله وإحنا نايمين فجأة عندي اللي قرد درزة بجدة درزة بافلة تسر بافلة تسد قرد درزة. إيش اللي صار؟ سادود درمد درزة لاتي ماري درزة باقي يوري قرمد فرقة قول لكي حرفيا قر كامل فولي شيكي قدي ودرمد آزا ماي سريرة تدوري وري ركي قد جي قرفة ورقة مدى وطقوي وين رايح بفلان زي كده فولي شوكولا يرد درمدي كي قد جي أرد درمتي أقرأ جي أنا خلاص أي خرد شو نرقل نفني حمبل ودرمد آزا ففلي حمبل وزفرة انتو ايش تبغون وما أدري مين أنا زوجي بريء وكده سادة سبحان الله أرزم يفولي شر دي كمطة أرزم داتي قصر الدرما فولي شو قيرة أرزم رفي ستون كلام شمار دي بدي ما نلفلي نلفلي مطر عيب قزوري أرزم رتو رنك قرار زوجي بري أكيد إنكم غلطانين وزي كذا زيتو تعيب قزوري دي دي كي بدي فولي شو قيرة أردوري رمي كلو جي قوي أرزم ري فولي شو كل دوري ري بارني لي قوي فولي شنوية راه هدي قولي راه هدي أستهدي بالله أستهدي بالله تزمرا راكي الله دو جيدة تو خفرس تزمي مخدرات بسدين تو خفرس إيش مخدرات؟ لا والله انتو كذابين أزمي آخو ثاني أزمي قال يرحم قردي والله إنه زوج إنسان بريء إنسان طيب. لا لا يا ناس يا عالم والله العظيم خبريان زي الصاعقة بيجي لي متجبة نار ما تطفو جدي ايش زوجي اللي يحبني زوجي الانسان الخجول عزم انه محترم نوصفه تزها انسان خجول ما ان شاء الله الدنيا ما ايش اللي مخدرات انت مو من جدك اكيد انتو غلطانين. لا يا بنت الناس استهدي بالله زوجك من اكبر تجار المخدرات عندنا تزا ماي من جد ورقه مخدرات بسدين من ربط رتون تزا ماي مليون دينار كويتي حبوب بسيارة دايقو دي أراتو الزمرت ودي بشي ديريوي. والله ما أحكي لكم فلشيني خطين خطي أنت دي الفاريزر قوي يعني في غمضة عندي كده أر زندي بازر قد خلاص عن زمرة كلاب شبان يرد درمز اللو يرزر قوي آية جو قورد دنو فيني حنبل زفايا. والله ما أحكي لكم الزمرة دوري بعد شهر شهرين ثلاثة شهور أنا عشت في رعب في جحيم فتدين في الشرر زار أير تحقيق فوق وتحت يمين يسار. الحمد لله تحقيقات ين بيقون قوري بعده في الشوكولات في دين أنا بريئة أي أعزم يكي قوري دين كسوخ وأنا بريئة الحمد لله عريري دفلي وأنا خلاص ما أبغى أتذكر زوجي أي شيء عن زوجي هذا مخادع هذا كذاب يتهربل دي عاريت استغلال جدي إذا بيأكل جبن قرير مخدرات بالشدة عشان يبعد الشبهة عنه أنا ما أبغاه خلاص. قرابة سنوية يا عم رجل رمز بوتك كده وأنا إيش أحكي لكم يعني متحطمة لدرجة أي أرشقة الدزع نو سيار أرز مرز يارا قلت نو زي حتى أرشقة الداي نو زي نهائيا إلين بصر جيوكي بصر بعده أزمر ساساتو بيق وشي إتي خدين نو أزمر هدون أوراق مهمة سر شو قمة زي بعدين أزمر خورزي دقونا سين إتي ما غير إتي خدين إتي لو جابو قبولي خورزي توت آي أزمر سي جنو ما زيارة قلت نظر كل شي شيخ بالطقاق فرق يا شيخ أنا ما أبغاك أصلا أصلا أنا أبغى الطلاق أنا أبغى أطلق منه أنا خلاص ما أبغاه. والله ما أخبي عنكم أي أبغى أطلق منه لكن أنا جدا مقهور أنا حبيت الرجال هذا لكن أي تي الدرق وريبو دي أنا تدي البرنة تكل شقة ما زي أهر شقة زين دي ليري دي رجي لما يحجدتو كن دي الله تاقا باقا دولاب بان فلي خور يمين يسار عزة مر خور دولاب مزي جلت لما لما الأغراض عزة مر خور بيقون كيسا مزي بوري أرخور بوري شنطة مزي
أوراق هدون دكير يمين يسار قدر ما ذاتك أعصق زي ورقة كنمزة ورقة كده معفوطة كده ورقة مطبقة كده سبحان الله والله ما أدري الله ردت يمكن وسيلة الله ردتك يكسك كده إلهام ورقة والله يرسر اللي عرفت إنه إيجار شقة إيجار شقة في الجابرية في منطقة الجابرية منطقة الجابرية هرمتو يحقون درسها سادي إنه الإيجار مو باسم زوجي إيجار يان أرزم النمط نوي أرزم يهونو دينو هون إنه يتتو شقار وقواس دي يا جماعة دم كنت كيشيه بارتورا تذكرون عرفوا لشني هو دي تزمه مليون دينار لو يرده دي. يا جماعة والله دم كنت يانا يدي أرز دون هو راسين بالجنبوري في لي حبو سجار رغانو قالو إيه أرز مرخور بالجن كرتونو ما زبودي إلا فجأة دي كده يا جماعة كومة مفاتيح أكتر من 50 مفتاح أزمر وقزو بما زفا يدي شيء غريب طبعا مفاتيح جينا لفلي فاتورة جنا علي أرزو بجين أرخور بجنبوري ركي قد جهة غور مزاقي والله يا جماعة ما أخفي عليكم أسبوع أسبوعين يجي قد عقون زلي قمت تولي لاكي دي كده سالفة مليون دينار يا جماعة مليون دينار عزين دي قولة بودولي زابوي أنا ساكنة في بيت أخويا هاي تاك الدار بير قرد هار بير فوين دورو زارقوي إليم متى آتاك يوم دي نقوة بداتو زاقو فريبو لكن هل فعلا مليون ديناري ناسا عطو بششنا لقر طيب أقر شو قيبة زاي دولي شو قيبة خونو الزون تاك دولي أرا ذي يقول جدولي لا 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 يا جماعة خلاص لا ما أبغى ما أبغى خلاص ما ابغى افكر في هذا الموضوع سابيو هذا فليم ترى يتر خورو ده فليم خلاص ما ابغى خليني اعيش حياتي من غير مشاكل يا جماعه والله حاولت والله حاولت ما افكر ابي شكو شوش قلت جينا بافي بالله لكن فريرين مليون دينار يعني ارزن دي قوره بودلي زابودي ار استغلني زوجي ليش ما احاول والله الدين خلاص تاكوت زو ما يري قلت خليني اروح شو قيبة درزة بجير سيوم خون زو مزوري درزة كل دي لا انا اقول انه ايا الزمر ريان فاي ف سايب الله الشي دي والله ما كنت ادري فاعتذر واروح لكن خون زو نطع كدولة ادخل واشوف اكتشف كي هاسكي نيقور فايبا مزي اهم شيء اني ما اموت انا كده قلقانة في البيت تي هنا سي ولا ناي ولا كيف فايدو ناس زندگی گونه بودلی زبوی ولا ايش رايكم بعد ما قعدت مع نفسي كثير ارجنا اهلي قبوي بعد با في سنتي اللي عرفت زيني كمليون دينار يندر مزيري ده هذا انسان غبي خليني اروح واللي يصير يصير اصلا ما فرقت الزندية تدو لخبطو جيكوي أرجعي ما زبشي قاعدة أسوق بشويش والله يا جماعة إني خايفة أرسة تزداء كأنه يمين يسار بجنا هريك ساعتك كم الله يجر رغم إنه ما حد يدري أنا خود زدة أرو روت بول بجن فرجيجوي لا أحكي لكم الحمد لله حبة حبة عمارة جانا تكيف وشي يا جماعة قارتو نلي نفرد ذاتو دولا جدي أنت كهون زور ديكر فلو شكله صار فلا أرى مراقبة قرر فلا لكن جمعت قوايا درزوان كلي كأنه هون الزنو هون يبرابون قولي يا مارا ما قول لي قوي أفاتر ما دي كي شك قرقم كم شك قز داكتي اي سدع مارا ما دي يمين يسار هون الزنو طك طك دقيت الباب 3 مرات لكن ما في أي إجابة تم تدر زبد جي هون الزنون كلي هن ديرين غوري سي سد خون الزنون بس ناي اكيد غوري انا ما هون الزنون ناي شنطة تو سابر بناونا لأي وقوات واتنا
قاعد اجرب زين دور ان شاء الله دور ذا كله اكيد سابيل لتاكيد محاوله قلت فجاه دور ذا كله يا اخوان فتحت الباب الشقة ظلمة كسودان وزربت كلي سد أثاث قديم يعني لا بأس إخوان عزمي مخدرات ورحمة اللي قريت دف الله كده ابتسامة شريرة حاسة نفسي أنا في فيلم حاسة نفسي إنه حرفيا هتطلع قد إنه هالفيلم بنت دي غرفة ديكير عزمي الرحم قلت دف الله هلا بالعيال من غير سواليف خلينا ندور الفلوس اكيد رتاكي بوتيا عزة بوتيا وانتخونا بكنوز ابوه والله يا جماعة ما اخبي عنكم شو قمز هاي يمين يسار توجه دولا غير هنو لا سمح الله ترى مخدرات رحم وجده هنو هنو الزن مردة ترده فهمناي لكن دوروري مكير يوري اتوتيا لغتي غرفة قطو يوغي يوغي شو قلت أطر دور نوي مانا دوا غرفة غرفة تانية الدور زا كل مضطر شفت سرير يا هاي الخسيس وانا عزمي حام قربوا له هيرداي تدني هل ما علينا خلينا ندور الفلوس زيون الأشياء يمين يسار كسوتي ناي عزمي هونو عربي كيت جنتي هني سبحان الله تكا لا شعوريا كذا ما توني سكينة سرير ركا هلا بالعيال ايش هذه الشنطة شنطة سفر تاني بالله سعدنا لنا فرير بشبر حلقة ما اخفي عليكم عندي اللي بولا يقول تاكو تاكو يقول سريل كان سنقر فارين بريم على مجي شنطة وطاني تاني نلاي دورت مفك دورت سكين اي شيء كان سوري فيه شنطة و كلي هلا بالعيا يا جماعة مليون دينار معايا حرفيا فلشتراه يدخل طيب برا برا مليون دينار عزة مرتين بيقنا فيه طيب تين لاقي قريب والله ما ادري خلاص اي ودندك في ايدان زي ما تكون بصور عزم الخداع وتاكد وزي كده تم من فرقي يا تيدي كده خلاص ماني ماني بس ودون تين لاقي قريب شو قلتوني اليوم ودون تين بنك ما زير دول اكيد ترى شرطة رجال ماريبو طيب كيف اهم شيء خلاص ان ادونا بفا عطون تونا لا فرد ديا والله يا جماعة عندي لا دولا قد قاها فير لكن زنجور فرين قرو ده ده شنطة وطان تاني نلاقي الحمد لله عجلات تاكل سكة تاكل شنطة بعد قرفة هبون قجي طرق كده هطاها تشوف ورقي شو قد نقولي برا قلتو هاي قلب ذات في الدنيا اتم ما جوانتي بني تدام اكناي بلونا تجو فيلم سايو زي كده اتكا باصمات ما جدل نوري فان شنطة وطان تاني هار غاري مزل يشي مستی جوانی گوری خونه برای من گوری گرم مزه گیگوایی حالا بلایا هفته دو هفته تین هفته گیگوی او دون تیار گروفت این نینه کن گوری تصرف گوریم هل محلات الذهب و مازی ریشون هکینیم بوی ولا بعد دشت زیم بوی بود دیل افکار ایر تی این نینه کن گوری استعمال گوریم هل تی این نین مراقب لكن ودون بافي بعد ده ما كنت اشتكي خدون غرم مثلو كيريوم ارجل لران سفر زين بوي خلاص زين دي لو بوغوي لكن هنا كده شو بهم مزن وفوري فناي الحمد لله غرم مالو كيرا فردين لو كي جيشن دور غوري يري ارجل لران سفر زين دي بعد شتي نين الله انتظار غوري قلت يلا دو هدي هلو يه راح اسافر ان شاء الله زين ديري اماش دو ماش اجي اقوي في يوم من الايام وانا جالسة مع اخواني 40 دور فاتي بوشي تلفزيون سير اللي اتصال غريب اتصال وقش ده رقم غير مسجل يعني اللمبوري با سيف نقوري يعني مو محفوظ الو كيف حالك يا روان؟ آه لا
والله يا جماعة ما أحكي لكم أرجع الله تيجي قدي أركش بيجون تيجي قدي. هذا زوجي طلع من السجن أرتي فيرين ده فولوجي قدي يعني أي أرسى مرخبر الدنيا طواي يعني مستحيل مليون دينار لو يراه دايقو دي أكيد يعني ما أدري إيش أقول لكم لكن أي أزمر صوت فنيرة والله صحيت من صدمة فجأة جوال بقري ده فلي يدرم مزي يا الله أو دون أحلام وردية ودون بف دين بيقولنا شو جابوا دوني كي أنا ليش غبية أي أزمر قنا كنا بفي حاري دينو تني أزمر يا رب مارير إبر دوبر تنبر أنا جوال حاري دي دار بيتورا ديكير إيش بك يا روان تتوكي لا ولا شيء جوال أبي بنقول دي سادة أربعة مرر أربعة ريبة بنقول دي أمر ريبة مرر أنا مر جوال لري سادة نفس الرقم أمر جوال لري أنا غرفة تبتقي رديت إيش تبغى يا روان لا تكذبين وين المليون وين الفلوس أهر غرفة ماذا الشي غرفة ماذا عقد الإيجار ناي سابيناي شو قم ماذا الشي تياناي تتيني لو خرزة زي يا روان أنا ما أبغاكي خير شر تيين ودون تيين لو تخوض زيز دي انا ابغى فلوسي انا ما اعرفك انت مين فلوس من انت قاعد عن ايش تتكلم انا ما اعرف ايش الفلوس انا ترتك السنولة تبغى تروح تبلغ روح بلغ انا ما اخذ فلوس لكن اعترين خد دي هرك قل لها فر انا زوجي تاجر مخدرات اكيد يعني هذا الانسان ما يخاف الله اخد تاكيون بلدي وريه يقول تم والله ما أدري هل أعطي الفلوس ودون مغامرة قلت يعني دين دفلة تم كيف أعطي الفلوس بتقول أي أنتو خدون صرف قريف لي كيف الله يسعدكم يا جماعة الخير والله قصة رح ما صوت قل لي قد ايه تمزر قد ايه خدون غريت تدرون تقول نفهم قصة هيدي يعني والله تعبت لكن عجبتك أبي دو شرواته والله قصة جو شرونه تشوفون الإجرام والأكشن والدراما وكل شيء مهمك لكن والله جهوني بري كذا لين هنا ستوب إن شاء الله الجزء الثاني بكرة لين هنا الله يسعدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنو لقينا لقيه كمل قريبنا قريب ما يرتع لقاته ما زهو يوم